احنا الان في بلدة المجيرب، وهذه البلدة احنا موجودين في البحر، بحيرة المجيرب التي كانت تجذب السواح الى من المحافظات ومن القرى المحيطة بمحافظة درعا اجمالا لتتمتع بمناظرها الخلابة وقواربها التي تتمتع بالمياه العذبة. الان بحيرة المجيرب من نصف شهر 4 لحد الآن جرى فيها جفاف غير معقول، والجفاف عبارة عن هدر للمي مفتوحة على حوض اليرموك كانت البحرة بشكل غير طبيعي، والضخ الغير منتظم، ودق الأبيار العشوائية حول البلد. الأبيار العشوائية اللي دقوها المواطنين ليستفيدوا من الزراعة أو من مياه الشرب ليبيعوا منها مياه شرب، الآن أثرت على منسوب البحرة، والبحرة وقفت عن الضخ نهائيا ولا يوجد فيها مياه حاليا، وقواربها هي لاصقة على الطين على شواطئها الخلابة، حتى أشجارها أصفر لونها من قلة المياه وبلشت تساقط الورق تبع الأشجار. 500 بير بعد بطفس وبالليادود وهون وهون، يعني هن اللي دمرنا البلد ودمرنا الدنيا. يعني الشغله الوحيده اللي تونس بها العالم والعيال وهالدنيا، وشايفين هالوضع هون شلون العالم قاعد تونس فيها، هو اللي نشفوها مشان مشروعين ثلاث.